بدأت موضوع الشخصيات ده يعتبر كده داخل في 8 شهور. يعني الفكرة بما فيها ان انا بعمل شخصيات من مسلسلات وافلام او من العاب. شخصيات اغلبها بتبقى فيكشنال، بتبقى يعني كرتون ياباني، اغلب الناس بتقولها كده. الموضوع بدأ صدفة ان انا كنت نازل، كان في حفلات بتتعمل في مصر مرة في السنة كده، بيبقى كل الشخصيات بتبقى كل واحد بيعمل الشخصية اللي هو بيحبها. فانا خرجت مرة بجيب حاجة من السوبر ماركت، لقيت الراجل اللي واقف فيه عرفني، حب يتصور معايا، الموضوع عجبني، فقلت ايه طب ما نجربها تاني. بدأت انزل وسط الناس في الشارع، طبعا شفت جميع المناظر، يعني كل النظرات الغريبة اللي ممكن تتخيلوها. دلوقتي اغلب الناس اما انزل خلاص، الناس اللي كانت بتستغرب قلت قوي. دلوقتي اغلب الناس بقت تصور معايا، عارفة الشخصيات، عارفة انا عامل ايه، حتى لو مش عارفة بتبقى عاجبها الشكل عموما. يعني انا دلوقتي داخل في حوالي 65 شخصية، اغلبها كانت من مسلسلات انمي تبقى مشهورة او بتبقى نازلة تريندينج، بتبقى نازلة في السنة في الموسم بتاعها. فانا كل ما اشوف شخصية احس ان هي شبهي احاول اجسدها، بجسدها بنفس اللبس والملامح، بنفس الشعر، بنفس الشكل، بنفس كل حاجة، وبنزل اتفرج على الناس. طبعا بيبقى المسلسل لسه نازل اصلا، فاغلب الناس بتبقى عارفاه فتحب تسأل وتصور معايا وهكذا. دي أبسط واحدة وأكتر واحدة الناس عارفاني بيها، يعني بكل بساطة. بس كده أقول لهم أول حاجة، عشان دي دايما في أي لقاء دايما بحب أوصلها، محدش يحكم على حاجة من غير ما يسأل هي إيه. أنا برد على الناس كلها، يعني أنا ممكن في اليوم يجي لي حوالي 60 70 رسالة أرد عليهم كلهم على حسب بقى هم ايه في. فما نحكمش على الغير من غير ما نعرف هو عبارة عن ايه او بيعمل ايه، وان انا بحبه.